سؤال الأخ فاضل من العراق، هل زيارة الحسين تنجي الإنسان من النار؟ أخي العزيز، أخي هذه القضية لابد أن تكون واضحة. الله سبحانه وتعالى هو مو فقط قال لنا زيارة الحسين، هم أعطانا، قال زيارة الحسين، وقال الصلاة، وقال الصوم، وقال الحج، وقال الواجبات، ونهى عن المحرمات، وهناك اعتقادات. إذن نفس زيارة الحسين نفصلها عن كل الواجبات والمحرمات والاعتقادات ونحو ذلك؟ لا، القضية ليست كذلك. زيارة الحسين إنما تعطي أثرها ضمن هذه المنظومة، المنظومة العقائدية والمنظومة العملية، المنظومة الفقهية. الإنسان إذا أراد أن يحصل على الأثر الأعلى من زيارة الحسين لا بد أن يكون كأصحاب الحسين، لا بد أن يكون كأتباع الحسين. أما أن يكون في اعتقاداته، في أعماله من أتباع يزيد ولكنه فقط يزور الحسين يكون من أتباع الحسين، هذا المنطق أخي العزيز غير صحيح. زيارة الحسين سلام الله عليه، الإنسان إذا أراد أن يحصل آثار زيارة الحسين والتي لها آثار عجيبة واقعا في الدنيا والآخرة، لا يتبادر إلى الذهن أن زيارة الحسين فقط آثارها تظهر في الآخرة، لا، في الدنيا تظهر آثارها، في سكرات الموت تظهر آثارها، في البرزخ تظهر آثارها، في الحشر تظهر آثارها، في القيامة وفي الجنة أيضا تظهر آثارها. ولكن إذا أراد الإنسان أن يحصل على هذه الآثار ينبغي أن تكون بشرطها ماذا؟ وشروطها.